employee number 1 ده هيبقى assigned to job i j sorry انا اسف j دي اللي هي عبارة عن number of jobs اللي هي a b c d. فانا لو قلت employee number 1 assigned to job number a يبقى انا خلاص عرفت ان هي بتكلم على x1a. يبقى بدل ما ارسهم كلهم قلنا هنعرف الكلام ده كله في variable واحد بس اللي هو xij, where i the number of employees اللي هو من 1 ل 4, وj ده اللي هو number of jobs اللي هي من 1 ل d. طب جميل. وبعدين نيجي بقى نتكلم على الموديل نفسه. الموديل ده احنا بنتكلم على 3 parts: objective function, constraints, non-negativity constraint. objective function يبقى اكيد يبقى maximum يا minimum. بعرف منين؟ حسب الجيفن عندي. احنا قلنا ده minutes يبقى اكيد كل ما الراجل ده يعمل minutes في وقت اقل يبقى اكيد افضل لي. يبقى كل ما النمبر يكبر يبقى حاجة مش حلوة. يبقى بالنسبة لي ايه؟ دي بالنسبة لي cost او minimize. minimization انا عايز رقم يقل مش يزيد. يبقى minimize z. وبعدين هروح جايب بقى كل variable عندي هنا وهعمله جنبه coefficient of ايه بقى؟ بتاع الفاريبل. الكوفيشن بتاع كل فاريبل اللي هو ايه بالنسبة لي ده اللي هو الكوست بتاعتي او المينتس هيكلفني وقت قد ايه. طيب ده 14 يبقى 14x1a plus 5x1b plus 8x1c plus 7x1d لحد 10x4d. هاخدهم بالترتيب كده يا شباب كلهم بلس بعض. احنا عارفين ان الاوبجكتيف فانكشن بيبقى مينيمايز او مينيمايز او ماكسمايز وقت كل الفاريبلز اللي عندي وقت جنب كل كوفيشن جنب كل فاريبل الكوفيشن بتاعه اللي هو يا لو هو مينيمم يبقى ادور على الكوست بير يونت. لو هو ماكسيمم بدور على البروفيت بير يونت. فانا عندي مينيمايز فبدور على الكوست بير يونت اللي هي النمبرز اللي جوه السيل دي. جميل. وبعدين نيجي بقى سبجكت 2 الكونسترينز بتاعتي. انا بس عايز افكرك بنوت خليك فاكر انا قلت لك ايه. قلت لك ان كل الفاريبلز اللي عندي دي الفاليو بتاعتها يا ب1 يا ب0 يعني هيبقى اساين للمكان ده يا مش هيبقى اساين لي. 1 هيبقى امتى؟ لو الامبلوي اي از اساين تو جوب جي يعني لو الفاليو بتاعت اكس 1 دي اكس 1 اي دي ب1 يبقى انا خلاص عرفت ان الوركر نمبر 1 ده هيبقى assigned لجوب نمبر A وبالتالي كل الرو ده هيبقى بزيرو. دي بزيرو ودي بزيرو دي بزيرو لأنه مش هينفع يبقى assigned لحاجة تانية. نفس الكلام لو let's say إن worker نمبر 2 X2B دي ب1 يبقى هو خلاص هيبقى assigned لB يبقى هو دي ودي ودي بقوا بزيرو لأنه مش هينفع يبقى assigned لحاجة تانية. يبقى XIJ لو equal 0 يبقى الامبلوي ده is not assigned to job J يبقى الوركر ده مش هينفع يبقى assigned للمكان ده. جميل. طيب نمسك بقى constraint. constraint احنا قلنا هناخد الرول او اللي هو supply باخد طبعا كل دول plus بعض زي ما كنا بنعمل في transportation. وهنا sign equal 1 يعني لازم الvalues بتاعت الفور variables دول ما يعدوش 1. ليه ما يعدوش 1؟ لان احنا قلنا يا assign وهياخد value of 1 فبالتالي لو ده ب1 يبقى الباقي كله بزيرو. لو ده ب1 يبقى الباقي كله بزيرو فهو مش هينفع يزيد عن ال1 يا زيرو يا 1. فطبعا زيرو بلس 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 1 هيديني 1. لو ده 1 والباقي كله زيروز هيبقى يديني برضو 1. فشيء طبيعي ان التوتال سبلاي في كل رو هيبقى ايكوال 1. فانا هعمل الرو ده كده كل دول بلس بعض برضو ايكوال 1. رو نمبر 3 كل دول بلس بعض ايكوال 1. طبعا كل دول plus بعض equal 1. دول ايه؟ الـ supply بالنسبة لي. طيب ايه كمان؟ الـ demand اللي هم مين؟ الـ jobs بقى. هاخد الـ column ده كده plus بعضه equal ايه كمان؟ 1 لان احنا قلنا كل job هي كمان هيبقى assigned ليها شخص واحد. الـ job ما ينفعش حد اكتر من واحد ياخدها. هي حاجة واحد بس اللي هياخدها. فهيبقى عندي x1a plus x2a plus x3a plus x4a equal 1. هي نفس الكلام x1b x2b x3b x4b equal 1 and so on بالنسبة لل c وبالنسبة لل d. طيب احنا كده خلصنا يا شباب؟ لا احنا قلنا ال objective formulation بيتكون من 3 parts: objective function خلاص عملناه, constraints وخلاص خلصناهم, اخر حاجة هي ال non-negativity constraint اللي هو بقول فيه كل ال variables اللي عندي
يبقوا ال value بتاعتهم يا بزيرو يا بال positive، ما ينفعش يبقوا بال negative. فأنا شيء طبيعي إن أنا هقول هنا كده xij، طبعا إحنا سميناهم كلهم xij مالهم greater than or equal to zero. ده كده الفورموليشن. طيب نيجي بقى للبروبلم، عايزين بقى نستخدم الهنجارين ماسد عشان نقدر نحل البروبلم دي. طيب ادي البروبلم خلاص كده جيفن قدامي اهي، ده كده خلاص من غير بقى الفورموليشن خالص، وعايز بقى اعمل لها سولفنج. الهنجارين ماسد اول ستيب فيها لازم اتاكد ان النمبر اوف روز ايكوال النمبر اوف كولمز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لازم اتاكد ان النمبر اوف امبلويز اللي عندي هيبقى ايكوال النمبر اوف جوبس اللي عندي. يعني ما ينفعش يبقى عندي 5 جوبس فاضيين ويجي تقدم لي عليهم مثلا 3، لا واحل البروبلم، لا لازم اخليها فعلا ايكوال. لازم اخلي قبل ما احل ان السبلاي ايكوال الديماند او النمبر اوف روز ايكوال النمبر اوف كولمز. طيب موضوع الانبالانس ده هنخليه دلوقتي على جنب، احنا حاليا لو البروبلم اللي قدامنا دي بالانسد. يعني ايه بالانسد؟ يعني النمبر اوف روز انا عندي 1 2 3 4 ايكوال النمبر اوف كولمز 1 2 3 4 4 و 4، يبقى البروبلم دي فيزبل، اقدر احل البروبلم خلاص اقدر اكمل. طب جميل، ايه اول ستيب بعد كده يا شباب؟ هعمل تيبل هو هو بالظبط بس فاضي. جميل جميل. وبعدين اول ستيب بعد كده او السكند ستيب بنسميها رو ريدكشن. رو ريدكشن يعني يعني انا همسك رو رو وابتدي اشوف فين اصغر نمبر في الرو ده. رو نمبر 1 فين اصغر نمبر في الرو يا شباب؟ نمبر 5 صح؟ هعمل عليها سيركل. وبعدين الفايف دي يا شباب او اصغر نمبر في الرو ده هنقصه من الرو كله، يعني بنسميه رو ريدكشن. وانا باخد اصغر نمبر في الرو وانقصه من الرو كله. طيب يعني ايه؟ يعني انا بعمل 14 minus 5 تديني 9، 5 minus itself 5 minus 5 0، هنا بعد كده بعمل 8 minus 5 3، 7 minus 5 اعتقد الموضوع سهل وبسيط مش صعب يعني. وبعدين همسك نفس الكلام بس في رو نمبر 2، ال smallest number in row number 2 2، هعمل عليها سيركل. وبعد كده هنقص الفاليو دي من الرو كله، يعني 2 minus 2 ب 0، 12 minus 2 10، 6 minus 2 4، 5 minus 2 ب 3. نفس الكلام في رو نمبر 3، ال smallest number هيبقى 3 minus، هعمل 3D minus من الرو كله، ف 7 minus 3 4، 8 minus 3 ب 5، 3 minus itself 0، 9 minus 3 ب 6. رو نمبر 4 اصغر نمبر فيه 2، هنقصها من الرو كله، ف 2 minus 2 ب 0، 4 minus 2 ب 2، 6 minus 2 ب 4، 10 minus 2 ب 8. طيب وبعدين يا شباب دي ستيب نمبر 1 خلصناها خلاص، جميلة مفيش فيها مشكلة. زي ما انت شايف كده بحاول اعمل لك نمبرنج لكل تيبل عشان هما تيبلز كتيرة عشان ما تتلخبطش. ده الجيفن، ده تيبل نمبر 1، ده التيبل بعد ما عملت رو ريدكشن. هعمل تيبل او انا قلته بس هنا عشان هعمل تيبل تالت. ده التيبل اللي كان في البيج اللي قبل كده، في السلايد اللي قبل كده، عشان ما عادش اقول لي ده ايه ده، ده هو هو ده اللي كان قبليه على طول. ده 2 ده انا قلته بس هنا مش اكتر. طيب وبعدين هعمل تيبل تالت فاضي عشان اعمل بقى ستيب نمبر 3 اللي هي يا شباب كولم ريدكشن. احنا عندنا رو ريدكشن كولم ريدكشن. يعني ايه؟ يعني هعمل نفس الكلام اللي كنت بعمله من شويه بس الكولم الاول. المره دي بقى ابص على الكولم، فانا عندي اصغر نمبر في الكولم هنقصه من الكولم كله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اصغر نمبر هنا كام يا شباب؟ 0، هنقصه من الكولم كله فالنمبر هتنزل زي ما هي، شيء طبيعي. column number 2 the smallest number هنا is 0، هنقصه من الرو من الكولم كله هينزل زي ما هو. في ناس طبعا هنا بتسألني دايما سؤال في وانا كنت في السكشن، بيبقى سؤال يعني مش فاهمه ليه بيتسأل، طب اشمعنى اخترت الزيرو ده مش الزيرو ده؟ ما هي مش هتفرق، انت بتعمل the smallest value من الرو من الكولم كله، فسواء اخترت ده او ده ما هي نفس الفاليو. فانت ممكن تعمل سيركل هنا مكان دي ما عنديش مشكله، بس ايه في الاخر نفس الفاليو يعني. طيب كولم نمبر سي هنا السمولست نمبر الزيرو، فانا هعمل سيركل على الزيرو وانقصه من الكولم كله الفاليو دي، فطبعا تنزل زي ما هي. كولم نمبر دي السمولست نمبر هنا 2،
هنقصها من الكولوم كله 200.